من اللاعبين الأطول بالنسبة طبعا 29 رمية حرة ناجحة من أصل 45، وائل خلاهم 45 من أصل 47، وهذا محمد شاباز اللاعب الموجود من المسماتش، وحاليا الرياضي بيرتكب تورنوفر وستيل، ومحمد شاباز على الباسكت والمتابعة عن 278 مباراة بقميص من سلطة المروال. تذكر عند كيفن يأخذ كرة على الثري بوينت، أول ثري بوينت تدشو بأكثر من نقطة أي انه يرجع وما ما يعطي ايزي باسكت، يعني اوبن شوت للفريق الفلبيني، وحاليا اوبن شوت ضاعت، وحاليا اثنين اوفنسيف تقدر تشوت عليه، تقدر تشوت عليه، تقدر ليه لا تقدر تتلاعب فيه او تعطي لاتير، تقدر تتشو ريباوند عرائجي برنس ممكن توصله من جديد. يا وائل، وائل راح اول ذا واي بكره معهوده، عاملهم الرعب تحت الباسكت، اذا سجل الرياضي ممكن يروح لتايم اوت، وهايت بيسجل ويحاول يزيد الكره عند بار فيلد للاعب اسمه شباز محمد. واو شو لعيب، واو شو من رائع، بدك تنتبه من التشارج يا وائل. هايك عند أتير، أتير مبلش كتين الكرة دائما عند وائل، تقدر تربح فيها فاول يا حكم، وباسكت ان فاول وباسكت ان، ما بعرف شو عم بيفكر لكن لازم يعكسها من سايد لسايد، صعب كتير، لا لا هي شوت كتير صعبة لكن بسجلها. عند شباز ماجوك عنده ثلاثة ريباوند، هايك عنده كمان اثنين، الكرة دائما عند علي منصور، هايك أتير دنك تحت الباسكت، بلش الرياضي الآن، علي منصور بيسرقها باسكت، أوف صار ضاعت هالكرة، لكن متابعة من أمير سعود، وأمير سعود بيسجل، يا سلام عليك. طب البطولة كرة عند دومينيك بثلاث مباريات، دومينيك حاليا بيرفع رصيده بالفاول عادي، يعني هل فاول اللاعب ولا فاول لأنه تعبان، لأنه تعبان، وحاليا نيك يونغ الفريق الفلبيني، هاي ثالث 3 بوينت سجلها، وحاليا أتير ماجوك على الباك بورد 31-19 80 تحت الباسكت، تحت الباسكت دفاع ممتاز، لكن والله الرياضي عم بوصل الفرق ل 14 نقطة 33 نقطة. آسيا للأندية لغاية هلأ النادي الرياضي تقدر تقول عنه من أهم بل أهم أربع أو سجلوا بس أربع، يلعب الآليوب مع أي تي تحت الباسكت، نيك يونغ تاني 3 بوينتس لبن جيم كرة آن لازم تحصل الكرة، وائل عم بيدافع بقلب على نيك يونغ، فريق الديفنس لوائل عرائجي، ونيك يونغ بتصاحب بطولة الـ NBA بال 2018 بيسجل نقطة يدرس، لكن العبرة بالتسجيل. هايك فيد أواي جامبر و 2 بوينتس مع الهومنتمن، وان شاء الله يوما ما ليلا بيربحها نادي الحكمه كمان. لا نادي الرياضي لازم يدافع عشان ياخذ الفاست بريك بوينت، اذا اخذ الريباوند اتير لا حاليا موجود برنس بول فيك ما بيتردد، برنس مع الباك ما شاء الله، كره جام شوت برضه موفقين، وعم تاجر الرياضي رننج جيم دفاع ريباوند ورننج جيم خلاص راح يرجع يوسع الفارق من جديد، وهايك بالفينجر تاب بالمباراه. شوفوا اللاعب اللي بيعجبني اللي بيقاتل راح على البورد لانه عارف ممكن تضيع، وعمتها شوتها شو عم تستنى نادي الرياضي عم بتعاقد معك لتشوت هيك كرات، طبعا شوتها وبقوي وقوي قلبك طبعا طبعا. ثاني 3 بوينتس لدومينيك عم بيرفع رصيده لثمانية، محمد شباز على الباسكت لعيب يا رينالدو بالفمان، ثانية ربع نهائي الخاسر راح يروح واو واو واو. أمير اللي عم بيسترجع مستواه بهالبطولة بطريقة ممتازة ليثبت طبعا واحد من نقطة السبعة 45-41 3 بوينتس هيز اون فاير، وحاليا صار برصيده بالبطولة 62 نقطة اون فاير للبرنس، وحاليا الفريق الفلبيني نوصل دائما عند محمد شباز، ضاعت الريباوند لمين؟ لا التعب عليهم وراح نرجع نحكي عن التعب، لكن أمير بتنتهي من أرواها عند تشاباز بول سكرين بيحاول يعمل درايف على الباسكت ياخذ جام شوت ضايعه لا بتسجل، الرياضي برضه عم بيلعب زون ديفنس، الفريقين بزون ديفنس، كره عند تشاباز محمد واو كره تحت الباسكت بيتعرض للبلوك اي تي تحت الباسكت وبيسجل مع الباك بورد من كورنر لكورنر، لذلك دومينيك راح يعمل سوينج من جان كان اعطيتها الامير كان ممكن تكون رائعه لاتير ماجوك، لكن دومينيك جونز اليوم والله عمل شغل دفاعي ممتاز وحصل خمسه، وائل اوف ذا قدر يبعد الفارق وبعد حتى عن اي خطوره، وان كان هنا سيدريك بياخذ الجمب شوت ما عليه ضاعت نسبة 60% الأمير تنزل لل 50%، وهنا سيدريك باتين بارفيل بحراسة أتير ماجوك، كرة عند رينالدو بالكمان تحت الباسكت 9 نقط برصيد سيدريك، كرات ممكن يتقدم الآن أو فيها خطأ هجومي، حكم بقول تمثيل عموما لعيب، لكن الرياضي محتاج لتايم أوت، كرة على الثري بنروح للتايم أوت، تايم أوت للرياضي وبوسع الفارق لخمسة، هذا مش أعلى فارق، اللعيب اللي بيسجل نقطته لأحسن شوت وأمير فيها فاول أعتقد ما هو باسكت ان طبعا بيعملها الا العفريت اللي امامنا روعه 22 نقطه وراح يكون اداء كبير، وحاليا في سلامات في اصابه لوائل عرائجي ان شاء الله بتكون مؤثره، عمل سكرين هون لا هون سلم لما عمل فالتمان
ولا دومينيك جونسون. طبعا ديل برانس يضرب على الثري بوينت بالنسبه لامير سعود 100% على الرميات الحره 6 من 6 4 من 7 على الثري بوينت وائل سرقها. شو تايم احلى دقائق النادي الرياضي في بطوله دبي احلى من ستيل وائل سلم نايس داش ودومينيك جونسون. دقيقتين ونص تشاباز محمد شاباز بيحاول فيري جود ديفنس الرياضي ومحمد شاباز بيج جيم بتضيع على الارك ترجع فيلبينيه سريعه جود ترانزيشن ديفنس لوائل لكن باك لا ما سلمها راح لكن كيك واو بول موفمنت هايك ثري بوينت تعادل بالربع الثالث. انا هيك شايف انتم شايفين هل تنتهي تعادل؟ شاباز راح على الباسكت لا ما سجل التعادل الفلبيني قدر يرجع وقدر يسكر الفارق وقدر يتقدم وامير بخامس ثري بوينت حلو كتير وامير كروس اوفر كنترول باسكت بول من عالم تاني. انت شو بتعمل كتير 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 لاي لاعب بعده عموما 31 نقطة وحاليا في باسكت عم باسكت وعنده رمية حرة اضافية. اوه يا امير ما شاء الله عليك شو بدك ايش اي تي دومينيك صار الوقت لتسجل صار الوقت لتسجل لانه الضغط عم بيكون عند على امير وبالتالي لازم فلبينية الفارق خمسة مفروض من كوتش الفريق الفلبيني كمان اذا او بيسجل حال لازم نروح على مستوى الاوفنس. الفريق الفلبيني بده يلعب النادي الرياضي بشكل سريع واذا بيلعب بشكل سريع انسايد هاي الى امير 81 81 وثري فاي الامير سعود بيشوفه بحر بيشوف كرة عند اي تي اي تي هذا وقتك طبعا طبعا هذا البيج جايز 6 من 11 لامير على الثري بوينت 6 3 بوينتس لامير امير اول تي 83 اول الربح الرياضي على بيروت بنهائي بطوله دبي 88 80 يوما ما وحاليا واو امير سعود في كل مكان امير سعود على الشوتات امير واو شوف الرب بحر من وين بيشوت بيسجل اول داي عمل ستيل لكن ترجع من جديد عند اندري 3 بوينتس حلوه كثير بالنسبه للفريق التونسي بنقول له مبروك بنقول حظ اوفر للفريق الفلبيني هنا فيها باسكت 91 الفريق الفلبيني بياخذ شوطي على الثري بوينت واو جون عنده 36 ريباوند بيتلعب مبارياته اليوم سبعه وحاليا في سله ضايعه وحاليا شباز عم 97 لكن هناك بوزيشن ضايعه دومينيك جونسون بيروح ليعمل الدانك راح ليعمل الدهاك خساره كل ما يعمل دروب بيرجع اقوى جمهور نحو الدور نصف نهائي لبطوله دبي الدوليه لكره السله وامير سعود جام شوت برضه موفقين وعم تاجر الرياضي رانينج جيم دفاع ريباوند ورانينج جيم خلاص راح يرجع يوسع الفارق من جديد وهايك بالفينجر تاب بالمباراه شوفوا اللاعب اللي بيعجبني اللي بيقاتل راح على البورد لانه عارف ممكن تضيع وعمتها شوتها شو عم تستنى هذا الرياضي عم بتعاقد معك لتشوت هيك كرات طبعا شوتها وبقوي وقوي قلبك طبعا طبعا ثاني 3 بوينتس لدومينيك عم بيرفع رصيده ل 8 محمد شباز على الباسكت لعيب يا رينالدو بالتمان ثانيه ربع نهائي الخاسر راح يروح واو 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 امير اللي عم بيسترجع مستواه بهالبطوله بطريقه ممتازه ليثبت طبعا واحد من نقطه السبعه 45 41 3 بوينتس هيز اون فاير وحاليا صار برصيده